أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. أهلا بكم، أنا الشيف نيفين عباس. النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم وصفة مطلوبة مننا كتير وكل الناس بتحبها، وطبعا هي غالية جدا بره في المحلات. هنعمل لكم الكنافة بالكريمة والمانجا. الوصفة سهلة جدا ومش محتاجة يعني التكلفة الباهظة اللي احنا بنشتريها من الحلواني، وهنعملها بنفس الطريقة بتاعت الحلواني بكل الأسرار بتاعتها. المكونات عندنا هنا كيلو لربع من الكنافة، وطبعا انا مستخدمة هنا كمية كبيرة شوية عشان احنا هنعمل طبقتين، ممكن نعمل طبقة واحدة ونستخدم نص كيلو. كيلو لربع من الكنافة، وللكنافة هنحتاج كوباية من السمنة ونص كوباية من السكر البودرة. دي مقادير الكنافة. التزيين والحشو بتاع الكنافة هنعمل كريمة، وهنحتاج مانجا. عندي هنا كيلو مانجا متقطعة، والمانجا انا جايباها هي عشان بس لسه حادقة شوية، فاحنا هنقلب عليها شوية سكر بودرة، بس ما نحطش كمية كبيرة علشان السكر هيخلي المانجا تنزل المية بتاعتها، فاحنا نحط كمية بس قليلة تديها نوع من التسكير. عندنا الكرز، وده اختياري على حسب الشكل اللي انت هتزوقي بيه، الموضوع كله راجع لذوقك انت. المقادير بتاعت الكريمة نفسها، عندي هنا ربع كيلو من الكريمة اللباني، والكريمة اللباني دي متوفرة عند اللبان، هتروحي عند اي لبان قولي له انا عايزة كريمة لباني هو هيديها لك، ولو لأقصى الظروف ما لقيتيهاش عندك في الكريمة البديلة اللي هي بتاعت الشركات بدون ذكر اسمها، بتبقى كريمة خاصة بالحلويات، هاتي منها علبة واستخدمي منها كوباية لكوباية ونص. عندنا هنا كوباية كبيرة من بودرة الكريم شانتيه، والكريمة اللباني هي اللي بتخلي الكريم شانتيه اللي احنا بنعمله متماسك ويكون جامد وتقدري تشكليه براحتك. وعندنا سكر بودرة كمية حسب الرغبة، وطبعا عندنا كيس الحلواني اللي احنا هنستخدمه النهاردة، هنستخدم الشكل ده. وعندنا للكنافة هسقيها بعصير مانجا عشان نطعمها اكتر بالمانجا. انا عاملة هنا جبت حباية مانجا حطيتها في الخلاط مع كوباية من السكر ونص كوباية من المية، طبعا هي نسبة السكر كبيرة عشان احنا عايزين نعملها زي الشربات، وضربتهم لحد ما بقت ناعمة بالقوام ده عندي، وهسيبها هسقي بيها الكنافة لما تطلع. اول حاجة عندنا هنبتدي بالكنافة عشان هندخلها الفرن تبرد ونبتدي نعمل الكريمة بتاعتها. هنيجي هنا للطريقة، نوسع بس الدنيا شوية كده، هنجيب بس حاجة كبيرة عشان نقدر نقلب الكنافة على السمنة بالشكل ده. طبعا الكنافة من الاجواء يعني الرمضانية الجميلة، كل سنة وانتم طيبين. بقى الاول هنجيب كمية من السكر البودرة اللي انا قلت لحضراتكم عليه ده، وهنحطه على الكنافة. السكر البودرة من السبب ان احنا بنحطه على الكنافة ان هو بيخليها تتماسك، علشان لما نيجي نطلعها ما تبقاش كلها يعني ايه متفلفته مننا، فاحنا نحاول ان احنا بس السكر ما يكونش فيه كتل، نقلبه على الكنافه بالشكل ده. نتاكد ان السكر غطى الكنافه، وزي ما قلت لحضراتكم السكر هو يعني زي ما بيقولوا كده عامل الربط اللي هيخلي الكنافه تمسك، ما بنحطش السكر العادي اللي هو السكر الخشن الحبيبات ده، لان السكر الحبيبات لما يدخل النار هيتحول لكراميل، وهيخلي الكنافة عبارة عن كتلة من الحجر مش هتعرفي تتحكمي فيها، وهتبقى ناشفة جدا ومش هتتاكل، فاحنا بنحط السكر البودرة عشان ما بيتحولش الكراميل في الكنافة. كده انا قلبت السكر على الكنافة، هنحط بقى كمية السمنة بالشكل ده، وهنخلي الكنافة تغطي السمنة يعني بحيث اهو يعني السمنة كلها تبقى مغطية الكنافة، ما نخليه نتأكد ان احنا غطينا كل حتة من الكنافة بالسمنة علشان لما تدخل الفرن تتحمر. انا بس هغطيها كلها كويس كده وارجع لكم. انا اهو انا غطيت الكنافة الكمية اللي عندي كلها بالسمنة. هنجيب صينيتين يكونوا قد بعض، ولو انت مش متوفر يعني انا هنا بستعمل صينيتين قد بعض، لو مش متوفر عندك ان انت عندك صينيتين حجم واحد اعمليها على مرتين مفيش اي مشكله.
طبعا احنا مش هندهن الصينيه بالسمنه لان الكنافه مليانه سمنه. هنحط بس كده، واضح كده اهو، نغطيها. وعلى فكره احنا هنعمل الطبقات دي يعني تخينه شويه عشان تتحمل معانا الشغل وتتحمل التقل بتاع الكريم شانتيه والكريمه اللي احنا هنحطها، لان لو عملنا الطبقه رقيقه قوي من الكنافه ممكن مع الضغط بتاع التقل بتاع الكريمه تتقطم مننا. لازم برضو نراعي الحته دي. وزي ما حضراتكم ملاحظين انا هنا الكنافه انا مش فرمها ناعم، يعني انا دايما اقول لكم نجيبها في نحطها في الفليزر ونجمدها وبعدين نفرمها بايدينا عشان تبقى ناعمه خالص. لكن بصوا حضراتكم هنا انا عاملاها هنا كبيره ليه؟ علشان احنا مش عايزينها تبقى رفيعه زياده عن اللزوم، يعني تبقى مفرومه ناعم قوي ونيجي نستخدمها او نرفعها ننقلها للطبق اللي احنا هنزين فيه تقوم مكسوره مننا، لان هتبقى الكنافه مش متحمله ان احنا ننقلها. نتاكد بس ان احنا مسويين كل الاماكن، مفيش حته عريانه. هنسويها بايدينا بس بسيط كده ومش هنضغط يعني الضغط الجامد قوي. المهم بس ان احنا نتاكد ان كله قد بعض، مفيش حته اعلى من حته، عشان دي طبعا هتفرق في التزيين معانا. هنملى بس هنا الحته دي محتاجه شويه. نملينا نتاكد ان احنا كل الحتت والجوانب والحروف كلها سوا بعض اهي. دي اول صينيه، هعمل الموضوع ده مع الصينيه الثانيه وهدخلهم الفرن على الرف الاوسط على حراره متوسطه لحد ما يبقى لونهم ذهبي، وبعدين نسيبهم يبردوا ونبتدي نشتغل بيهم عشان الكريمه. انا هخلص دي وادخلهم الفرن ونيجي نعمل الكريمه مع بعض. دلوقتي انا عملت الصينيتين الكنافه زي ما قلت لحضراتكم ودخلتهم الفرن على الرف الاوسط على حراره متوسطه لحد ما يبقى لونهم ذهبي. دلوقتي هنبتدي بقى نعمل الكريمه اللي احنا هنحشي بيها مع المانجا. عندنا زي ما قلت لحضراتكم كوبايه من الكريم شانتيه البودر وربع كيلو من الكريمه اللباني. وعلى فكره احنا ممكن يعني بدل الكريمه نستخدم قشطه، في ناس بتحب القشطه بدل الكريمه، يعني ده او ده مفيش اي مشكله. نحطها كده. وبرده زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الكريمه اللباني لو مش هتلاقيها عندك اسالي الحلواني، عفوا اسالي البقال اللي عنده الكريمه الثانيه بتاعت الشركه الجاهزه ولا لا. هنحط السكر، والسكر زي ما قلت لحضراتكم الكميه المناسبه لكم انتم. طبعا السكر زي ما انتم شايفين لما بيقعد في الهواء بيكتل شويه، هو كتل لان انا سبته شويه في الهواء. عندي هنا كوبايه الا ربع من اللبن، واللبن ده ساقع متلج. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنجيب المضرب طبعا علشان الصوت هيبقى مزعج جدا. انا هضربها بالمضرب لحد ما الكريمه تتقل معايا واوريكم القوام بتاعها عشان بس الصوت، هضربها وارجع لكم. هنا هو زي ما قلت لحضراتكم بصوا القوام بتاعها تقيله ازاي، ده القوام اللي احنا عايزينه بالظبط عشان نقدر نشكلها بكيس الحلواني. انا هنزل بس الزياده دي وهدخلها الثلاجه تبرد تاني علشان لازم الكريم شانتيه يبقى تقيل معانا وساقع على بال ما الكنافه تطلع من الفرن. هسيبها تبرد ونبتدي نشكلها. اقرب لكم بقى بالكاميرا عشان اوريكم التشكيل واستخدام كيس الحلواني. هنا هو الكنافه بعد ما بردت خالص والكريم شانتيه برد والسيرب اللي احنا عاملينه للكنافه، هنبتدي بقى نزينها. الاول قبل اي حاجه هنملى كيس الحلواني زي ما قلت لكم بالشكل ده، هنملاه بالكريمه اللي عندنا. هنفتحه كده عشان ندي لنفسنا فرصه ان احنا نقدر نشتغل بيه، نعرف نقفله. دي البتاع اللي هنملى بيها. بصوا قوام الكريمه هنملاه، وما نحاولش نملاه على الاخر عشان تعرفي تتحكمي فيه.
وبعدين هننزل بقى اي زياده بالشكل ده. هنضغط بالراحه كده لحد ما الكريمه تعدي الهواء وتوصل لبره كده. الاول هنسيب ده على جنب كده. انا جبت الكنافه هعملها على الطبق اللي هو بتاع التورته ده، طبعا موضوع اختياري. بس قبل ما نبتدي هنجيب شويه من السكر البودره ونحطهم على المانجا، لان زي ما قلت لكم المانجا دي حادقه لسه لان في اولها. ونقلب كده عشان بس السكر يغلفها شويه ويديها تسكيره. الموضوع اختياري، عايزه اسيبها زي ما هي مفيش اي مشكله بالشكل ده. اتاكد بس ان احنا دوبنا السكر كله. لو في كتل سكر مفيش اي مشكله، ان كل دي هتدوب دلوقتي اهي. هنركنها دلوقتي على جنب. هنجيب الطبقه الاولى من الكنافه نحطها على الطبق. بس قبل ما نحطها على الطبق هنحط شويه كريمه كده عشان يثبت لنا الكنافه وما تجريش مننا بالشكل ده. الحركه دي عشان تثبتها لك. هنجيب الطبقه دي اللي هتبقى تحت هنحطها على وشها، يعني الكنافه ساعه ما طلعناها من الفرن الوش بتاعها هيتحط زي ما هو، يبقى القاعده بتاعت الصينيه هي اللي هتبقى هنا. الصينيه الثانيه هي اللي هنقلبها على وشها، يعني اهو ده الوش ودي القاعده بتاعتها، دي اللي هيبقى وشها فوق. والطبقه الاولى دي انا كسرت منها حته كده عشان اوريكي لو اتكسرت منك تتصرفي ازاي. هناخد اول طبقه نحطها كده، لو اتكسرت منك هتجيبي حته من الكريمه تدهني بيها الحته بتاعت الكنافه دي، تنزلها بالشكل ده هتلحمها فيها. هنبتدي بقى الاول نزق الكنافه بالسيرب اللي احنا عاملينه ده. زي ما قلت لكم كانت حبايه مانجا على نص كوبايه ميه وكوبايه سكر، ضربناهم في الخلاط لحد ما السكر كله داب. ده علشان نعزز الطعم بتاع المانجا جوه الكنافه نفسها. هندهن كده. الموضوع اختياري، في ناس ممكن تفضل ان هي تحط عسل نحل او الشربات بتاع الحلويات اللي احنا عملناه لكم في الحلقات اللي قبل كده، مفيش اي مشكله. بس انا بستخدم دايما السيرب اللي بزقي بيه الكنافه بطعم المانجا عشان نعزز طعم المانجا. نزقيها كده بطبقه كويسه. هنبتدي بقى دلوقتي نستخدم كيس الحلواني، بس ان شاء الله هقرب لكم دلوقتي بالكاميرا عشان اوريكم ازاي هشتغل. هنجيب بقى كيس الحلواني وهنعمل وردات كده جنب بعض بالشكل ده. هنعملها يعني لازقه كده في بعضيها. عشان دي لما نحط الطبقة التانية هتدي منظر حلو. نكون بس ايدنا خفيفة شوية على الحتة اللي احنا عملناها دي اللي احنا لحمناها دي. اول طبقة هنكمل بقى على جوه بالشكل ده. طبعا مش شرط تحطيها بشكل معين لان احنا لسه هنحط عليها مانجا وهنحط عليها طبقة تانية من الكنافة، احنا بنعمل كده اي شكل بس. هنخلص دي كده واوريك هتبقى عامله ازاي. هو انا غطيت الطبقه الاولى،
هنحط شويه كده من الكنافه، ويفضل ان انت تستخدمي ايدك عشان تعرفي تحطي بشكل اوسع بالشكل ده. كده هنجيب بقى الطبقه الثانيه هنغطي بيها كده، نحطها براحه من غير ما نضغط. هنزقيها شويه بالسيرب اللي احنا عاملينه بتاع المانجا، مش كتير طبعا عشان الوش ما يعجنش. كده كفايه قوي. التزيين زي ما قلت لكم حاجه اختياريه، فاحنا هنعمل هنا مثلا، انا بفضل اعمل الشكل ده. كريمه زي ما انتم شايفين تقيله، فبتطلع تاني معايا مع الكيس. طبعا زي ما قلت لحضراتكم التزيين حاجه تبع ذوقكم انتوا، يعني انا ما حاجه اختياريه. هنحط الكميه اللي فاضله كده، متقلقوش طبعا من الشكل ده، وهنحاول براحه خالص ندهنها من غير ما نوصل للحروف دي اللي احنا عاملينها. نوزعه كده. كده التزيين بقى انا بحب الاول اعمل الكريز، احطه كده في النص. اديك بقى دي بقى فيها كريم شانتيه، ما تنفعش. نعمل كده يعني نشكل مجموعه من الكريم شانتيه. اهو مجموعه كده من الكريز، قصدي مش من الكريم شانتيه، بالشكل ده. الموضوع طبعا يعني بيرجع للذوق، ممكن نحط شرايح المانجا. نحاول قد ما نقدر ان احنا ما نوسخش الكريز بالكريمه. بالشكل ده عايزينه بس يبقى متساوي من كل الاتجاهات كده. باستخدام بقى ايدينا هنجيب المانجا نحطها حواليها كده. زي ما انتم شايفين المانجا ابتدت تنزل الميه بتاعتها. نبصها كده داير ما يدور الكريز اللي احنا عاملينه. طبعا الميه اللي نازله من المانجا دي، العصير ده، هيخلي الكنافه كمان طريه وطعمها في منتهى الجمال. بالشكل ده كده
هنبتدي لما نيجي نملاها كده بالمانجا. لو حضراتكم هتعملوا الشكل اللي انا عاملاه ده للتزيين، هتبتدوا الاول من جوه وبعدين على بره. كده نملى بس الفراغات دي عشان ما تبقاش الكريمة من تحت باينة، يعني دي حاجة جمالية يعني. ريحتها والله العظيم، يا ريت حضراتكم كنتوا معايا هنا تشوفوا هي ما شاء الله عامله ازاي. وحاجه في البيت ونظيفه، وانت ايدك كمان اللي عاملاها، وانا متاكده كمان يعني هنقول تسلم ايد كل واحده هتقوم تعملها. والله سهله وبسيطه وان شاء الله مش مكلفه، ومش هتبقى بنفس التكلفه اللي هتجيبيها من بره. نغطي بس ما نجيبش على الكريز نفسه بالشكل ده كده. وهنا كمان نتأكد ان احنا غطيناها بالكامل من جوه لحد بره زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. وما شاء الله يعني اهو بسم الله ما شاء الله كيلو مانجا يعني غرق لنا الدنيا. من الحتت الفاضية دي هسيبها تبرد وهقدمها لكم. الكنافه اهي بعد ما سبتها في التلاجة بردت، وزي ما انتم شايفين حضراتكم تتقطع وبتتقدم وبالف هنا وشفا. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره.